أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في صحافتهم، والتي نبدأها بالعناوين. لوس أنجلوس تايمز: نقطة ضعف الدولة الإسلامية تكمن في هويتها. المونيتور: يهود العراق يعودون إليه عبر كردستان. واشنطن بوست: الفوضى والعنف لن يؤديا إلى هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية. معهد بروكينغز: الابتزاز والضرائب التي تفرضها داعش مربحة ويصعب كبحها. قبل البدء بمناقشة هذه العناوين، نرحب معنا في الاستوديو بالأستاذ سرمد الطائي، الكاتب والصحفي. أهلا بك أستاذ سرمد. شكرا لهذه الفرصة وأهلا بكم. أهلا بك. نبدأ بصحيفة لوس أنجلوس تايمز التي نشرت مقالا تحدثت فيه عن تأثير الهوية المذهبية السنية على تنظيم الدولة الإسلامية وضرورة أن تدعم أمريكا العرب السنة للانتفاض ضد التنظيم ومساعدتهم في تشكيل حكومة إقليمية سنية. وجاء في الصحيفة إن الهوية الإسلامية لتنظيم الدولة الإسلامية جذبت الكثير من الاهتمام، وليس هناك شك بأنها مجموعة متعصبة ذات أيديولوجية دينية مختلفة يستجيب أفرادها لنداء هذه الأيديولوجية. كان لدى الدولة الإسلامية هوية أخرى أيضا، هوية أكثر أهمية بالنسبة لأولئك الذين يعيشون حاليا في ظل الخلافة. إنها مجموعة عربية سنية تؤمن بتفوقها العرقي وتدافع عن المصالح العربية السنية ضد أولئك الأكراد الذين هم أيضا من السنة والمسلمين الشيعة والعلويين والتركمان والمجموعات العرقية والدينية الأخرى في العراق وسوريا. تلك المصالح هي سياسية وعرقية بقدر ما هي دينية بحسب التحليل الذي أوردته صحيفة لوس أنجلوس تايمز. ويضيف كاتب التحليل ماكس بوت إن كل هذا يساعد في تفسير سبب تبوء الكثير من البعثيين السابقين، غالبيتهم من العرب السنة، مواقع بارزة جدا في صفوفها، وخاصة أعضاء أجهزة استخبارات صدام حسين الذين يرون في الدولة الإسلامية أفضل وسيلة لتأكيد هيمنتهم التقليدية في العراق التي فقدوها مع سقوط صدام. وعلى الرغم من الاندفاع الأمريكي، لم تكن قوات الأمن العراقية والميليشيات الشيعية في عجلة من أمرها لاستعادة الرمادي أو الموصل، لأنهم يعرفون أنهم لا يمكن أن يحتفظوا بتلك المدن. الكرد فهموا ذلك أيضا، لذلك هم لا يسيرون إلى المدن ذات الأغلبية السنية بحسب الصحيفة الأمريكية. هذه الحقائق تعني أن سقوط سنجار على أيدي الأكراد لا يعني أن الهزيمة قادمة للدولة الإسلامية في العراق وخارجه. إن الطريقة الوحيدة التي سيتم إنجازها هي عن طريق حشد العرب السنة إلى الانتفاض ضد داعش، لأنهم انتفضوا ضد سابقتها تنظيم القاعدة في العراق عام 2007. في العراق يحتاج السنة إلى أن يتمتعوا بحكومة إقليمية سنية أقرب إلى الحكومة الإقليمية الكردية وبحماية فصائلها المسلحة وبضمان من الولايات المتحدة. إذا لم تستجب بغداد، يجب على الولايات المتحدة تجاوز بغداد وتسليح وتدريب القبائل السنية مباشرة بحسب ما ورد في لوس أنجلوس تايمز. أستاذ سرمد، يعني يعتقد البعض بأن هناك مؤشرات تبين لنا أن سقوط أو هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية قريبة جدا، خاصة بعد سقوط سنجار والتدخل الروسي الآن. بينما الصحيفة تقول بأن سقوط سنجار على أيدي الأكراد لا يعني أن الهزيمة قادمة للدولة الإسلامية في العراق وخارج العراق. ماذا تقول؟ تحية لكم وتحية للمشاهدين الكرام. بالتأكيد أنا أميل إلى الرأي الثاني، لا لأن الجهود الدولية والمحلية فيها نقص، ولا لأن المحاربين العراقيين تنقصهم الشجاعة، قدموا تضحيات كبيرة، ولا لأن العراق ليس فيه ما يكفي من الرصاص والسلاح، ولكن لأن داعش ليست مشكلة عسكرية، يعني ليست جيشا قام باجتياح هذه المناطق ولا بد أن يأتي جيش آخر ويقوم بإزاحته بهذه الطريقة. داعش مشكلة سياسية، داعش جاءت بطريقة عسكرية وأيديولوجية، وحتى كما يقول الكاتب أحيانا عشائرية وقومية، لتملأ فراغ سياسي لم يستطع نظامنا السياسي أن يملأه في مدن المجتمع السني. لذلك سنجار وضعها مختلف، سنجار القضية الإيزدية الواضحة التي تحالفاتها السياسية واضحة، تحالفاتها محليا ودوليا واضحة، وكان من المعقول أن
تتحرر، بل كان من المستغرب أن تسقط في يد داعش أساسا، لأن ليس لم يكن فيها ذلك الفراغ السياسي الذي كان موجودا في الموصل أو في الأنبار أو في صلاح الدين. أما قصة الموصل فهي قصة مختلفة، تحتاج إلى تسوية سياسية، مثل ما يقول الكاتب نوع من الانتفاضة الداخلية التي تحتاج إلى ترتيبات، وهذه الترتيبات مختلف عليها كثيرا وغير متفق عليها، يرفضها المحور الإيراني والروسي، يدعو لها المحور الأمريكي، ثم يتردد الأميركان في كيفية دعم مثل هذه الانتفاضة أو في كيفية استعادة تجربة الصحوات التي انطلقت في 2006 وشاهدنا نجاحها منذ 2008 و2009 ثم انتكاستها على يد نوري المالكي بعد 2012. يعني طيب داعش يسيطر على الرقة في سوريا وعلى الرمادي والموصل وعلى مدن أخرى مأهولة من قبل العرب السنة. يعني هؤلاء العرب السنة يرون في حكم داعش بديلا أفضل من هيمنة العلويين في سوريا والميليشيات الشيعية المدعومة من إيران عليهم. يعني برأيك هذا ما جاء في الصحيفة، برأيك هل هؤلاء العرب السنة يحتاجون إلى تطمينات كما جاء أيضا في الصحيفة من الولايات المتحدة أو من أي جهة أخرى بأنه لن يتم تبديل هذه الهيمنة أو طغيان داعش بطغيان الحكم الشيعي؟ هي المشكلة أولا لا يوجد رأي واحد في هذه المدن، يعني لا يوجد إجماع داخل الموصل أو الرقة، هناك بالتأكيد انقسام، بعضهم يؤيدون داعش بعضهم ضد داعش ومعظمهم مترددون، لأن أصعب سؤال يواجهه الإنسان هو هل تريد مثلا حكم صدام حسين أم دكتاتورية المجاميع المسلحة سواء كانت مجاميع سنية أو شيعية. يعني بعد سقوط صدام في 2003 في كثير من مناطق العراق السنية والشيعية ظهرت مجاميع مسلحة تفرض طريقتها في الحياة وتفرض نوع الإرادة السياسية واللا سياسية التي تمثلها، وكان أصعب سؤال هو منو أحسن الآن لو بزمن صدام، كان سؤال صعب. صدام سيء وهذه المجموعات المسلحة سيئة جدا. أنا أعتقد معظم أهل الرقة والموصل والرمادي هم بلا إجابة على هذا السؤال، لكن في نفس الوقت الكاتب يشير إلى حقيقة مهمة، أنه لكي نقنع سكان هذه المناطق بأن يتخذوا موقفا معارضا لداعش علينا أن نعطيهم السبب لماذا يقدمون تضحيات. معارضة داعش لم تكن مجانية، سيقتلون ويتعرضون للقمع. لماذا ينتفضون ضد داعش إذا كانت الحكومات البديلة لداعش ستقمعهم أيضا؟ هنا بتريوس، ديفيد بتريوس الجنرال الأمريكي كان قائد القوات الأمريكية في العراق عام 2006، استطاع أن يصوغ تطمينات سياسية، ضمانات سياسية بموازاة التسوية الأمنية والعسكرية، جعل أهل الأنبار كنموذج اختبار استخدمه، يؤمنون بأن القادم السياسي أفضل ولذلك يجب أن يطردوا التنظيم القاعدي لكي يقوموا ببناء وضعهم السياسي والاجتماعي وما إلى ذلك. ما حصل أن المالكي نقض عهود بتريوس بعد أن انسحب الجيش الأمريكي ولقن الأنباريين درساً جعلهم يقولون الآن لماذا ننتفض مرة أخرى ضد المسلحين لكي يأتي مالكي آخر ربما ويعاقبنا بنفس الطريقة. طب إذا سلمنا جددا بأن العرب السنة هم خائفون يعني من الحكم الشيعي، ما هي هذه التطمينات التي يمكن أن تريحهم؟ هل هي تقتصر على منح السنة حكومة إقليمية شبيهة بالحكومة الإقليمية في كردستان وتسليح وتدريب القبائل بشكل مباشر كما جاء في المقال؟ هو جزء من تطمين العرب السنة هو صعود الاعتدال الشيعي. الشيعة أيضا منقسمين إلى اتجاه يؤمن بالسياسة وبالحلول السياسية وبالحوار، واتجاه يمثل نهج نور المالكي الذي لا يزال موجود في السلطة والمدعوم أيضا من جهات إقليمية على رأسها التصورات في حرس الثورة الإيراني. هؤلاء يعتقدون أنه لا يمكن منح السنة لا صلاحيات عسكرية ولا صلاحيات سياسية، وإخضاعهم لتصور الموجود في هذا الجناح المتشدد. أما الاتجاه الذي يؤمن بالاعتدال ويؤمن بالحلول السياسية سبق أن صادق على قانون 21، تعديلات قانون 21، قانون الإدارة اللامركزية الذي يمنح المحافظات السنية والشيعية أيضا سلسلة من الصلاحيات الجديدة حتى الصلاحيات الإدارة الأمنية. هذا القانون معطل لم يجري تطبيقه لحد الآن،
من جانب آخر أنا شخصيا سألت زعماء شيعة كبار من الصف الأول بعد سقوط الموصل، هل تحلمون بأن بإمكانكم أن تحكموا مباشرة المناطق السنية؟ قالوا أبدا، نحن نؤمن بصيغة من صيغ الحكم الذاتي أو اللامركزي شديد اللامركزية، لكن هذا بقي غير مطبق، ولم يقوموا بإعطاء السنة ضمانات بهذا الشأن، لأن القضية لم تعد محلية كما يقولون، وإنما قضية شائكة إقليميا وشائكة دوليا، وسط تدخل إيراني واضح ومباشر وصريح، وإيران ترفض هذا بالتأكيد. طيب ما رأيك بهذه النظرية التي تقول بأن هناك طريقة واحدة فقط لهزيمة داعش، وهي انقلاب العرب السنة على التنظيم؟ ما رأيك بهذه النظرية التي جاءت في المقال؟ هذه النظرية تبحث عن حل استراتيجي، يعني نحن أيضا نظريا يمكن أن نتخيل جيشا عملاقا جدا يتكون من روسيا وإيران والعراق وما إلى ذلك، يقوم باجتياح الموصل واجتياح الرقة والقضاء على داعش تماما، لكن بعد ساعتين من هذا الحدث يمكن أن تظهر داعش ألعن، لأن أسباب ظهور داعش السابقة لا تزال موجودة، الشعور بالقمع، الشعور بالقلق، الشعور بالخوف، التطرف، التخلف السياسي. الفرضية التي تقول أنه لا بد من فعل سني داخلي هي فرضية تريد قضاء استراتيجيا على داعش، بمعنى القضاء على لا داعش التنظيم المسلح، وإنما داعش الفكرة وداعش النتيجة، وبناء نواة لفصل سياسي جديد يأخذ الأمور باتجاه آخر. لذلك نحن الذين نعارض العمل العسكري المجرد عن التدابير السياسية نقول ما جدوى أن يموت 1,000,000 عراقي لطرد داعش وبعد ساعتين تظهر داعش أخرى. ننتقل إلى موقع المونيتور الذي نشر مقالا في 20 تشرين الثاني حول رغبة يهود العراق في العودة إلى البلاد بعد أن غادروها مرغمين. فيعود تاريخ وجود اليهود في أرض الرافدين إلى قبل الميلاد، حيث مارسوا دورا مهما في الحياة الاقتصادية والثقافية، إلا أنهم تعرضوا في أربعينيات القرن الماضي إلى اعتداءات منظمة، إذ قتل أعداد منهم وسرقت منازلهم ونهبت، فهاجروا إلى أوروبا وأمريكا وإسرائيل. جرى كل ذلك تزامنا مع صعود الحركة الصهيونية في فلسطين وطرد العرب منها وتأسيس دولة إسرائيل. كاتب المقال مصطفى سعدون يقول إن أغلب اليهود سكنوا في بغداد ولهم معابدهم وطقوسهم الخاصة التي كانوا يمارسونها بشكل طبيعي. وكان وزير المالية الأول بعد تأسيس الدولة العراقية في عام 1921 يهوديا اسمه حسقيل ساسون. في 13 تشرين الأول المنصرم أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق عن افتتاح ممثلية للديانة اليهودية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وقال المتحدث باسم الوزارة في حكومة إقليم كردستان العراق للمونيتور إن برلمان الإقليم أصدر في شهر نيسان الماضي قانون حق الأقليات، ويعطي هذا القانون الحق لكل ديانة لديها أتباع في الإقليم لإنشاء ممثلية لها وممارسة طقوسها بكل حرية. وأشار المتحدث إلى وجود أكثر من 300 عائلة يهودية تعيش في الإقليم، والعدد في ازدياد، وهناك أعداد كبيرة من العوائل اليهودية تنوي العودة من الخارج والعيش في الإقليم لأنها ترى فيه مكانا آمنا. ونقلت المونيتور عن سعد الحديث المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي قوله إن افتتاح ممثلية لليهود في إقليم كردستان العراق خطوة مرحب بها، شرط أن تكون بعيدا عن نفوذ دولة إسرائيل، لأن العراق يرفض أي علاقات مع هذه الدولة. تذكيرا بالماضي، يشير المقال إلى أن يهود العراق يرون أن القرار الذي أصدرته الحكومة العراقية في عام 1950 بإسقاط الجنسية العراقية عنهم هو قرار عنصري تمييزي مجحف في حقهم، خاصة عند إصدار الحكومة قانونا يجمد أموال كل من أسقطت عنه الجنسية. أستاذ سرمد، يعني هل تعتقد أن هذا القرار يحسب لحكومة الإقليم؟ بالتأكيد ظهرت أصوات عديدة في العراق بعد 2003 تنادي بحل مجموعة من المظالم التي لحقت بعراقيين كثيرين خلال الحقب السابقة، أكثرهم الأقليات. الأقليات بالتأكيد، مثلا الأكراد الفيلية الذين هجروا أيضا وصودرت أملاكهم، كثير من الشخصيات السياسية والتجارية والصناعية في عهود التأمين، وأيضا المشكلة اليهودية. اليهود
الذين يهود العراق اللي نسمع عنهم ونراهم في البرامج الوثائقية والتقارير التلفزيونية مليئين بالحنين للبلد ويحافظون على تراثه بطريقة غريبة، حتى في أحياء القدس وفي أحياء تل أبيب في المنفى البريطاني بشكل خاص في لندن، حتى رجال دين نادوا بضرورة إعادة منحهم حقوقهم، ربما مقتدى الصدر الذي يعتبره الإعلام الغربي متشددا أو وجه متشدد. قبل سنتين تحدث بوضوح أنه سئل في أعتقد في قناة أمريكية أنه أنت مع إعطاء السنة حقوقهم السياسية، قال لا أنا مع إعطاء حتى اليهود العراقيين حقوقهم السياسية، مفرقا أيضا بين إسرائيل واليهود العراقيين. أما بالنسبة لكردستان فهي رائدة في هذا الموضوع، كردستان بذكاء شديد و بخطوات محسوبة قامت ببناء فلسفة خاصة في علاقتها مع الأقليات، بوصفها مكان آمن للأقليات في لحظة اضطراب النظام الثقافي والأخلاقي في العراق، حين تعرضت الأقليات في العراق وفي المنطقة أيضا الآن إلى قمع، إلى مضايقات، إلى ما إلى ذلك. قامت كردستان بوضع مجموعة تشريعات تشجع الأقليات على الاستقرار هنا وضمان حقوقها الثقافية. مدينة عنكاوة في أربيل كنموذج، أنا أقول الأكراد أنها أبرز منجز حققتموه يجعل العالم ينظر إلى كردستان باحترام أكبر وبتقدير أكثر. لذلك أوباما نفسه أتذكر في ليلة اقتراب داعش من أربيل في بداية شهر أغسطس آب 2014 قال، أتذكر في كلامه عبارة كتبت عنها مقال في ذلك الوقت، أن كردستان تقوم باحترام كبير للتنوع الثقافي والديني في البلاد، ولذلك فإن علينا بشكل مضاعف أن نسارع إلى مساعدتها ضد داعش. لكن هذا موضوع اليهود مختلف قليلا لارتباطهم بدولة إسرائيل. بالتأكيد هذه الحساسية موجودة، لكن بنفس المبدأ قدرة الأكراد والخبرات التي توفرت لديهم في التعامل مع الحساسيات الأقليات الدينية ستجعلهم ربما أول مكان في العراق يسمح ليهود العراق بالمجيء. وبالفعل أنا شخصيا رأيت أكثر من مرة يهود عراقيين منفيين في بريطانيا جاءوا لزيارة العراق هنا ورؤية بعض أصدقائهم وأقاربهم. هذا أعتقد في المستقبل سيكون بشكل أفضل، لكنه سيبقى محفوفا بالمخاطر مع كل هذه الحرب الدينية في الشرق الأوسط. يعني هل تعتقد أن المجتمع في كردستان على تنوعه قادر أن يتقبل التعايش مع اليهود، علما أن هناك العديد من الأسر اليهودية التي تقيم في كردستان ولكن تخفي هويتها وذلك وانتمائها، وذلك خوفا من الاضطهاد المجتمعي؟ مو فقط اليهود، البهائيين أيضا نحن نرى أحيانا بهائيين عراقيين في الخارج يتمنون العودة والعيش بشكل طبيعي في بغداد أو في البصرة أو في كردستان والإعلان عن هويتهم الدينية وممارسة طقوسهم، لكن هذا ليس ممكنا بشكل مناسب. يعني الآن ترين أن الشيعة والسنة واحد يقتل بعض الآخر في البلد، طقس عزاء شيعي يتعرض إلى الضرب من انتحاري سني، أو العكس أحيانا هجوم شيعي على مكان فيه طقس سني أو فيه مجموعة سنية معينة. فكيف ونحن نتحدث عن اليهود والبهائيين؟ لكن مثل هذه التدابير أنه الجهات الرسمية تضع تشريعات جديدة، قوانين جديدة، على الأقل تضمن إعادة أملاك المهجرين أو من أسقطت عنهم الجنسيات، هذا فعل كبير، ليس فعل رمزي، فعل حقيقي، فعل يمكن أن يضع نوع من الأمل فيما يتصل بالمستقبل. طيب برأيك ما هو انعكاس افتتاح هذه الممثلية في كردستان على حكومة كردستان؟ أكرر مرة أخرى أن الأكراد أصبحت لديهم خبرة في التعامل مع موضوع الأقليات، في التعامل مع كل ما يثيره من حساسيات محلية، في التعامل مع قيمة هذا الإجراء. يعني انعكاس أقصد نظرة الغرب والصحافة الأجنبية والمجتمع الدولي. الأكراد أذكياء أيضا في هذا، دائما يلفتون نظر الصحافة الغربية ونظر المؤسسات الغربية إلى طريقتهم في إدارة الأزمات عبر ملف الأقليات، هذه تحسب لهم. لذلك قبل قليل أشرت إلى أن أوباما في خطابه حين قال سنسارع إلى مساعدة أربيل كان يركز على هذه النقطة،
أن أربيل أبدت احتراماً واضحاً للتنوع الديني والثقافي في العراق وفي المنطقة. هذه النقطة لعبوها صح وعاشت ايديهم. ننتقل إلى صحيفة واشنطن بوست التي تناولت في تحليل نشرته في 23 تشرين الثاني آفاق حل المصاعب التي يعاني منها الشرق الأوسط وإيقاف الفوضى السائدة فيه، إذ ليس من المرجح أن يتلاشى العنف والفوضى التي تجتاح الشرق الأوسط حتى لو تمكنت القوات المحتشدة ضد جماعة الدولة الإسلامية من سحق جيش التنظيم الوحشي وسعيه لإقامة الخلافة الإسلامية في العراق وسوريا وخارجها، وذلك لأن الهياكل والحدود التي أنشأتها القوى الاستعمارية الأوروبية بعد تفكك الإمبراطورية العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى بدأت بالانهيار أو التفكك بالفعل، وقد أفسح ذلك المجال لقوى الطرد المركزية القوية لتزيل الصمغ الذي ربط السكان المتعارضين دينيا وعرقيا معا. يقول معد التحليل ستيفن هيرست إن مزيج المسلمين سنة وشيعة وعلويين والمسيحيين والنسبة الكبيرة للسكان الكرد في شمال كل من سوريا والعراق هي الوسط الذي تتكرر فيه مشاعر الاستياء القديمة والإحباط الطائفي والظلم الصارخ. وطفت تلك الخلافات الاجتماعية على السطح من خلال الاضطرابات التي اندلعت بعد حرب الولايات المتحدة في العراق والحرب الأهلية في سوريا. في العراق اعتمد صدام حسين على موالين له من المسلمين السنة لفرض حكم وحشي على المسلمين الشيعة في هذا البلد. أزالت الولايات المتحدة صدام وقضت على هياكل حزب البعث وحلت الجيش، ثم أشرفت واشنطن على تشكيل حكومة جديدة هيمن عليها الشيعة بشكل أساسي، وتجاهل الهيكل الجديد في وقت لاحق احتياجات وحقوق أهل السنة. وتشير الصحيفة الأمريكية أن المنطقة لم تتمكن من التغلب على الانقسام الذي يمتد إلى 1300 سنة بعد ظهور الإسلام، إضافة إلى رغبة الكرد في إنشاء دولة قومية لم يحصلوا عليها، وأن أي حل سياسي نهائي من المرجح أن يتطلب إعادة توطين أعداد كبيرة من السكان الذين طردوا من أراضيهم بسبب الحرب العراقية والحرب الأهلية في سوريا وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أراض شاسعة. الحل سيحتاج إلى مساومات لم تتم لعدة قرون، إنها مهمة ضخمة سوف تستغرق وقتا طويلا لإنجازها إذا كان ذلك ممكنا. هل تعتقد أن هزيمة الدولة الإسلامية ستكون الخطوة الأولى لحل هذه الانقسامات العميقة؟ هو بالتأكيد إبعاد الأطراف المتشددة هو أول شرط لظهور حوار صحيح، والحوار الصحيح هو شرط أساسي في ظهور تسوية فيها الحد الأدنى من العدالة. لكن داعش ليست هي الطرف المتشدد الوحيد في هذا الموضوع. صحيح. نحن حسب مراقبتنا كنموذج العراق فيه اتجاه يؤمن بالحوار، يحاول منذ سنوات أن يبني تسوية داخلية مع المجموعات السياسية المتنوعة، لكن دائما كان هناك طرف متشدد يصرخ ويرفع صوته ويؤخر كل محاولات الحوار، وهذا الطرف ليس شيعيا فقط وليس سنيا فقط، وحتى بين الأكراد وبين باقي المجموعات هو موجود في كل الأطراف وينجح في تعطيل كثير من فرص التسوية. الأخطر من هذا، الدول المهيمنة إقليميا في المنطقة غير مقتنعة بالحوار في هذه اللحظة. أنا كنت في لقاء قبل أيام بين باحثين مقربين على صانعي السياسات الإيرانيين والسعوديين والأتراك، سألتهم يعني لماذا لم نشاهد لقاء إيرانيا سعوديا تركيا في أقصى لحظة تمر فيها المنطقة؟ كل طرف كان يلقي باللائمة على الطرف الآخر، يحمله مسؤولية عدم وجود حوار سعودي إيراني تركي. لكن في باختصار، لماذا لا يؤمنون برأيك بالحوار؟ هم يعتقدون أن الحرب بدأت لتوها، وعلى الحرب بمبرراتها أن تقوم برسم حدود جديدة، وبعد أن ترسم حدود جديدة بالقوة سيحين وقت من أوقات الحوار، وهذا معناه أنهم مستعدين للتضحية، أو على الأقل الأجنحة المتشددة في الرياض وفي طهران، مع وجود أجنحة أخرى بالتأكيد. هؤلاء يؤمنون بأنه يمكن القتال إلى آخر قطرة دم سورية أو عراقية من أجل الحفاظ على مصالحهم وبناء فناء خلفي لمصالحهم في هذه المنطقة، مستغلين لحظة تخلف سياسي عميقة تمر بها شعوب سوريا والعراق والمناطق
الأخرى والتي تصعب ظهور مبادرات سياسية محلية تقوم تقدم الحوار كبديل للعنف والموت. طيب، نبرة المحلل في هذا التقرير متشائمة، فهو لا يرى أي ضوء في نهاية النفق. هل تشاطره الرأي أم برأيك هناك حلول لتهدئة العنف؟ كل أسباب التشاؤم موجودة وقائمة، خاصة بالنسبة إلى نحن كعراقيين احتجزنا في الحرب طيلة 40 سنة الماضية تقريبا، ما بين حروب وعقوبات دولية وما إلى ذلك، ولم نتعود حتى الآن على لم نؤمن نتعود على الإيمان بأن الحل السياسي يمكن أن يحل بديلا للبندقية، مع أن البندقية تشتغل منذ 40 سنة بدون جدوى بدون نتيجة. هذا أكثر سبب للتشاؤم، لكن في نفس الوقت نؤمن بوجود فرص للتسوية، فرص محلية، هناك مراكز قوى داخلية يمكنها أن تحقق تقدما في بعض الأحيان إذا ضمننا لها تفهما دوليا ودعما دوليا. الفاعل المحلي يحتاج إلى داعم دولي يجعله يتغلب على متطرفي الداخل والمتطرفين في المحيط الإقليمي الذين يقومون بتأجيل التسويات وتجميد التسويات ومنع التسويات أحيانا. يعني كاتب المقال هو ستيفن هيرست، هو ليس عراقي، وأنت تشاطره نفس نظرة التشاؤم. يعني هل الغرب لديها هذه النظرة تجاه العراق؟ يعني فقدت الأمل برأيك؟ مشكلة الغرب حين يتشاؤمون أنهم يضيعون على أنفسهم وعلينا فرصا لتفهم أنه ربما لا يمكن القضاء على الكارثة الحالية، لكن هناك دائما فرص لتخفيف مستوى الكارثة. على سبيل المثال إدارة أوباما كان بإمكانها أن تمارس الضغوط على كثير من الأطراف، ومنهم حكومة نور المالكي سنة 2012 و2013 و2014، لكن أوباما لم يمارس هذه الضغوط وكان يقول أنا لن أتدخل في العراق، والنتيجة أن المالكي قام بتشجيع أو بمساعدة المتطرفين على أن يفعلوا ما فعلوه، بينما لو كان أوباما يتفهم أكثر لكان بإمكانه أن يعمل مع معتدلين عراقيين كثيرين لتخفيف مستوى الكارثة القادمة. الكارثة حلت والكارثة يمكن أن تتفاقم، لكن هناك دائما أساليب لتخفيفها. تشاؤم الغرب قد يضيع بعض الفرص التهدئة. صحيح. ننتقل إلى معهد بروكينغز الذي نشر في 20 من تشرين الثاني مقالا للرأي حول سياسة الابتزاز أو فرض الضرائب التي يتبعها تنظيم الدولة الإسلامية لتمويل نشاطاته. فقد كتب الكثير من الموارد النفطية التي يفترض أن تكون مصدر إيرادات الدولة الإسلامية في العراق والشام الرئيسي، رغم أن بعض التقارير تشير إلى أن مبلغا يقدر $1,500,000 أمريكي من إيرادات النفط اليومية قد يكون مبالغا فيه إلى حد كبير، إلا أن ما يتم تجاهله كثيرا هو قدرة داعش على جمع الأموال من خلال نظام الضرائب المعقد والذي يخضع لرقابة مشددة ضمن نطاق ما تسميه بالخلافة. ووفقا لما نقله كاتب المقال تشارلز ليستر عن أشخاص قال إنهم كانوا يعيشون على أراض خاضعة لنفوذ داعش أو لديهم أقارب هناك، فإن من خلال نظام الضرائب هذا أو الأصح أن يقال الابتزاز قد تكسب داعش حوالي $600 مليون سنويا عن طريق فرض 50% ضريبة على الموظفين الذين تدفع الحكومة رواتبهم، و 3-5% ضريبة على جميع الشركات المحلية، و 10-15% على جميع الشاحنات التجارية التي تمر عبر أراضيها. ويتم استخدام الإيرادات والقيمة الإجمالية لأصول الأسر مجتمعة لحساب معدل منتظم من الضريبة المدفوعة لداعش يوم الجمعة من كل أسبوع، ثم تستكمل هذه الإيرادات الكبيرة عن طريق شبكة معقدة من عمليات ابتزاز قسرية في المناطق الخاضعة لنفوذ داعش. منذ الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق عملت داعش وسابقتها على تطوير مصادر موثوقة ودائمة من التمويل الداخلي والمحافظة عليها كي لا تعتمد وجوديا على الهبات الخارجية من ممولين في الخارج كما فعل تنظيم القاعدة في السابق. فمن خلال هذا الاستقلال المالي استطاعت داعش أن تخلق لنفسها غطاء تأمينيا مهما في وجه التدابير المالية التقليدية لمكافحة الإرهاب، مما يجعل تقويض نفوذها المالي أكثر صعوبة. أستاذ سرمد، يعني معالجة الابتزاز التي تعتمده داعش لا يمكن أن يتم بطريقة صحيحة إلا عبر القضاء الكلي على الأراضي التي تسيطر عليها. هذا ما قاله المقال، ما رأيك بذلك؟
وأخطر ما في هذا المقال والمقالات المشابهة اللي سلطت الضوء على النظام الاقتصادي لداعش هو قدرة الابتكار والخلاقية داخل هذا التنظيم. يبدو أن هناك اجتماع لخبرات متنوعة، خبرة أفغانية قديمة، خبرة حزب البعث. يبدو أنهم استفادوا من أخطاء القاعدة ولم يعتمدوا بشكل كلي على الهبات الخارجية، اعتمدوا على الابتزاز وفرض الضرائب. أصلا هو فكرة تنظيم داعش هو الانفصال عن القاعدة، أنه لماذا يأتينا تنظيم بقيادات مثلا سعودية ويقوم بالعمل في سوريا والعراق، لنقوم بإنشاء تنظيمات محلية. جاء حزب البعث، بقايا حزب البعث العراقي، واعتنقوا العقيدة المتشددة وعملوا قاعدتهم الخاصة وظهرت داعش، بالإضافة إلى مساهمات أخرى في سوريا. أيضا الجولاني هو سوري، قام بإنشاء فرع خاص للتنظيم ولحد الآن هو حائر، هل يذهب مع القاعدة العراقية أم يعود إلى قاعدة أيمن الظواهري أم يصبح معتدل أنه يتعامل مع الأمريكان. لكن يبدو أنه هذه داعش تجمع الآن. أنا مرة كتبت أن المقال عنوانه الخليفة لا يمزح، يعني فعلا داعش ليست مزحة، ليست مجرد غلطة سياسية ولا مجرد غلطة عسكرية. هناك يجب علينا يعني كمراقبين وأن ننظر بجدية كبيرة إلى ما يحصل، ليس فيما يتعلق بداعش بل بمستقبل هذا النوع من الحروب، بمستقبل هذا النوع من الإدارات. داعش تقول أنها الآن ليست تنظيما، هي إدارة. وكتب أحدهم عند كتاب خطير يلقى اهتمام كبير الآن في الغرب، اسمه إدارة التوحش. يفترض أن اللحظة الآن في المنطقة لا هي لحظة علمانية ولا لحظة إسلامية ولا لحظة أيديولوجية ماركسية ولا لحظة ليبرالية، هي لحظة توحش تعم الهلال الخصيب ويمكن أن تعم الشرق الأوسط بكامله. فيقول على داعش أن تفهم ما معنى لحظة التوحش، لحظة انعدام القوانين، وكيف تقوم بإدارة دقيقة لهذه اللحظة. جاءوا بأكثر شبابهم عبقرية وخبرة وجعلوهم يبتكرون نظم تحصيل الأموال ونظم إدارة الصراعات وما إلى ذلك بطريقة تستحق الدراسة، ولك أن تقارنيها بفشل دول وحكومات في إدارة هذا النوع من الملفات الخطيرة. وهنا يمكن لداعش أن تتفوق وأن تضرب بشكل مفاجئ وأن تمثل خطرا شديدا. والأخطر هو أن نتخيل المستقبل، كيف يمكن لهذه الطريقة المعقدة أن تتطور وتبتكر المزيد من الأساليب وتباغتنا وتفرض طريقتها الخاصة الصعبة والقاسية حقا. أود أن أقول يعني هل تعتقد أن سياسة الابتزاز والضرائب هذه هل يمكن أن تؤدي إلى شكل من أشكال التمرد في المدن التي يحتلها داعش؟ بالتأكيد هو يصبح تمرد، لكن معظم الناس يفكرون بصيغة واحدة للتمرد وهي الهرب. شاهدنا هذا موجات الهرب الكثيفة التي حصلت من خارج مدن داعش، لكن كيف، من الذي يستطيع أن يقوم بتنظيم هذا الغضب وتحويله مثلا إلى رفض مسلح أو ثورة لنقل أو انتفاضة ضد داعش؟ هذا الأمر بحاجة إلى تدابير مختلفة. أيضا تجدين الكثير من السكان يقول لك والله كنا ندفع هذه الإتاوات لعناصر فاسدة في الشرطة وفي الجيش في السابق، والآن ندفع الإتاوات نفسها ربما شوية أكثر لهذا التنظيم المسلح الفاسد أيضا والمجرم، لكنه على أي حال الوضع لم يتغير علينا كثيرا. أيضا موضوع النفط وتصدير النفط من المواضيع الغامضة التي لم نفهم بشكل جيد كيف كانت تحصل، وهذا معناه أنه داعش تستفيد من نقص شفافية في تداول هذه المعلومات، حتى أننا نشك أحيانا هل داعش تبيع النفط لتركيا عبر وسطاء عراقيين مثلا، عبر وسطاء سوريين، ربما عبر النظام السوري نفسه، ربما إيران تسمح بذلك، ربما، وهكذا أسئلة لم نجب عليها حتى الآن. لذلك الموضوع معقد للغاية، وحتى الجمهور السني نفسه في مواجهة هذه الأسئلة لا يمتلك جوابا محددا، فمن الصعب أن نقول أنه سيشعر بالغضب وغضبه قد يتحول إلى انتفاضة. والانتفاضة والتمرد ممكن ألا تؤدي إلى نتيجة برأيك؟ بالتأكيد المزيد من القمع والمزيد من القتل، كما الآن داعش اليوم قرأت أنه أعدمت مجموعة من المواطنين في الفلوجة،
قبل أن نأتي إلى البرنامج، أيضا لأنهم جزء من محاولة محلية سنية للتعاون مع الجيش العراقي ومع السلطة العراقية إيصال معلومات وما إلى ذلك. يعني هناك جزء بالتأكيد من سكان هذه المدن يحاول أن يتعاون ويضحي بنفسه، لكن في نفس الوقت لا يجد ضمانات سياسية كافية لكي يندفع أكثر ولكي يحقق تقدما أكبر. هذا العجز السياسي كما قلنا هو الذي يخلق الفراغ، ودهاء داعش هو الذي هو الوحيد الذي ملأ الفراغ بالطريقة التي نراها اليوم. بهذا المقال أستاذ صرمد نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في صحافتهم، شكرا لحضورك معنا. شكرا لكم، شكرا على هذه الفرصة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ونراكم الأسبوع القادم.